لو الحكاية فيها إن فيتو. يعني مشروع كويس يعني يخلي يطلع الشباب يعني مرحلة الكابتن اللي فيهم على الأقل بيفتح فرص عمل جديد يعني، بس الأكتر يعني بمدن القناة والمدن المجاورة ليها مدن الصعيد يعني. أنت سمعت عن الفكرة دي أصلاً؟ طب أنتوا لو مثلاً فكرتوا فيها ممكن تطوعوا؟ فكرنا بس يعني حالياً الأيام دي يعني مش هينفع ليه؟ يعني في تحت أي ظرف يعني. واحد لسه متخرج لسه جديد ومش سنة ولا سنتين مفيش شغل، تحت أي فرصة جديدة هناك هتروح تطوع، بس لسه يعني على سبيل سنة ولا سنتين يبقى كل الشغل فيه فحت وكحت وطوار، مين هيستحمل كده؟ ممكن تتطوع للعمل من غير أجر؟ ممكن تتطوع للعمل من غير أجر؟ لو العمل يعني هيبتدي يعني الناس مصر يتطوع في العمل ده، ان العمل ده مشروع قومي يعني كل واحد هيستفاد منه فيه، ان كان شباب او عمال او ده او ده او مهندسين ايا كان، يعني ده في الاخر هيعود علينا كلنا بالنفع، ان كان في مجالات كتير او في بتاع دوت، ان كان في مجالات مثلا عماله او مهندسين، والشهادات الاستثمار اللي تم طرحها دي في الاخر برضه هتعود على الايه. انا بالنسبه لي انا لا، لان انا معايا عيالي سايبين نص صغيرين، اما اقدرش اسيب المجال اللي انا شغال فيه واروح اشتغل في مجال تاني، لان كل واحد ليه مجال. بس السويس تمام، احنا كفكره شباب وبتاع كلنا بنفكر في هذا المشروع يعني اللي هو مستقبل لينا كشباب يعني. وبص بدل ما احنا نسافر بره ونروح اي دوله مثلا نتبهدل او مثلا نتظلم فيها ولا حاجه كمصريين، الافضل ان احنا نروح مشروع في السويس بحيث ان هو يبقى افضل لينا كلنا، لينا ومستقبلنا ومستقبل اولادنا، وفي نفس الوقت الشباب اللي هي عطلانه اللي هي مش شغاله هيشتغلوا، وفي نفس الوقت الشباب اللي هي مش قادره تتجوز هيتجوزوا، في نفس الوقت لينا كلنا واسرتنا. انت عندك خلفيه عن الموضوع اصلا؟ اه عندي خلفيه. طب ايه المعلومات اللي سمعتها عن الموضوع ده؟ والله اللي انا سمعته هو حاجات كتير قوي يعني، بالنسبه للطوع ان انا ممكن مثلا اروح هناك اقدم نفسي ان انا مثلا اساعد معاهم هناك مره ثانيه بنزل لك المشروع، وفي نفس الوقت ان انا اساهم هناك برضه بدون رمزيه؟ اه اساهم هناك بمبالغ رمزيه تمام، وفي نفس الوقت اساهم في كل حاجه، بصراحه مشروع ممتاز جدا يعني المستقبل الجامد لينا كلنا ومصر كلها. بالنسبه لك انت ما عندكش اعتراض لو سافرت في التطوع؟ والله ما عنديش اعتراض تمام، وفي نفس الوقت يكون في مقابل للناس، دي الفكره يعني، بس ممكن اروح اتطوع بس في الاخر مش هيكون، اما هيكون في مقابل عشان الواحد يقدر يساهم الناس يعني. انا يعني بشجع الناس يعني اللي هي تتطوع. المشروع يعني حسب ما سمعت في ناس مش راضيه عنه وفي ناس راضيه عنه، في ناس بيقول قناه موازيه وفي ناس بيقول مشروع محمد مرسي. سيبك من المشروع، بكلمك فكره التطوع نفسها. هو حاجه كويسه لو للبلد، لو للبلد حاجات كويسه، بس بالنسبه للفئات اللي هي بقى اللي تحت المتوسطه بالنسبه له مش هينفع مثلا ان هو يسيب شغله ويروح هناك وكده، لكن لو مثلا طلاب الجامعات ممكن يروح في الاجازه يساعدوا في مشروع زي كده، بحيث ان هو يبقى عنده انتماء للبلد او حاجه زي يعني ايه. مشروع زي ده بالنسبه له يبقى يحسسه شويه بولاء للبلد بعد اللي حصل في الثوره، ناس انقسمت نصين يعني، في ناس ولاء للبلد مش قوي، في ناس شايفه ان ده حصل صح ده غلط كده يعني، حسب حسب يعني حسب شخصيه كل واحد. بس بالنسبه للناس اللي هم تحت المتوسط دول صعب بالنسبه لهم يشتغلوا رمز، لكن بالنسبه لطلبه الجامعه المعامل المدارس كده ممكن يروح. شكرا. يعني مش هتبقى مناسبة ليا عامة يعني، مش ممكن ما الاقيش فيها مجازية ليا في مرتبها او الكلام ده كله، في نفس الوقت انا مش يعني مش حاسس بيها ان هي ممكن تبقى كويسة في البلد، مش حاسس ان المشروع ده ممكن ينجح او ما ينجحش. بس فبالنسبة للموسم السامية انا واحد من الناس بغمرة ربي اليوم اللي هفضل اكتر واحد هنزل مش هاخد واحد ولا اتنين، هاخد كذا رمز يعني، انا هاخد كذا سهم واشارك في الحوار. شايف ممكن يكون في اقبال من الشباب على الموضوع التطوع ده؟ كتير، مش هقول لك لا في كتير. سبب انا معايا صحابي نفس القصه ونفس التفكير بتاعي يعني مفيش اقبال. انا عايز اقول لك
ممكن تكون مش زمايل انا بس، في ناس بيبقى في اقبال منها برضه، بس انا اللي شايفين انا وزمايل اللي بنبقى قاعدين مع بعضينا شايف ان موضوع السويس ده ضربات السويس يعني مفيش اضمان منه، انا حاسس ان هو مش مضمون. ليه مش عارف؟ السويس اوكي، ما عنديش مشكله ان انا اروح اقدم، ان انا يعني اروح اشتغل باجر رمزي، بالعكس ممكن اشتغل ببلاش كمان، بس الفكره كلها في ايه؟ الفكره كلها في موضوع الوقت، تمام؟ هو هي إيه كفكره وكمشروع يعني مشروع كويس. انت طالب جامعه ولا خريج؟ انا طالب جامعه. اه ينفع في الصيف، بس انا مرتبط بشغل. اه انا اوريدي بشتغل، انا مش مجرد ايه؟ نعم؟ الموضوع مش فكرة أكل، الفكرة كلها في إيه؟ الفكرة كلها في المشاركة مش أكتر. بس لأن هو كمشروع أيا كان بعيدا عن السياسة بقى، كمشروع يعني مشروع كويس. لا أنا قصدي أنت تعتبره كعمل، لا طبعا، لا الواحد لو هيفكر فيها عمره ما هيفكر فيها كعمل. ليه؟ أنا متغرب أو مش متغرب، بره بيتي وبره مكاني وفي الآخر أجر رمزي، أكيد يعني مش عايد عليا بفايدة زي مثلا ممكن أشتغل في أي حتة تانية.